طبعا شكرا محمد الرواد على هالتقرير الحلو الصغير يمكن اللي وثق لحظات رندا كراتشي معانا بيوم جديد. تعرفي رندا، هديك اليوم كنت عم بحكي على الراديو بقول انه اوقات كتير بحس حاله الواحد ما عمل شيء بالسنه، بس لما بيرجع للصور وبيرجع للفيديوز بحس فعلا انها كانت سنه مليانه بتفاصيل كتير، احيانا طبعا حلوه، احيانا مرات كتير ممكن تكون مؤلمه، بس فعليا عاشها بكل تفاصيلها. فانت بتاخذي العقل لحظات بسيطه بتظهر قديش رندا عفويه، قديش رندا هيك اللي بقلبها يمكن على لسانها. حبيبتي أليكس، لا ما بحب اسمع هيك عن حتى حالي، بالاضافه قديش مهنيتك كمان كتير عاليه حبيبتي. بس انا بدي بسطت فيك كتير. أنا بدي احكي شكرا كثير لمحمد الرواد، يعني محمد دائما بغلبه، كل الشباب فريق العمل، يعني اللي صح فتره قليله بيوم جديد، لكن اذا بتسالوني احلى شيء صار معي بسنه 2018 هي اني تعرفت عليكم كلكم واني صرت جزء من اسره يوم جديد واسره التلفزيون الاردني. اشعر كل بدني لهلا مش قادره احكي. فخلينا ننتقل لضيفتنا المميزه جدا ايضا لليوم. احنا بنعرف قديش دور الاعلام مهم، والان في وقتنا هذا وفي ايامنا هاي صرنا نشوف هناك عدة وسائل لأنه الواحد يقدر يوصل فكرة، ليقدر يوصل صوته، ولكن إن تعددت هاي الطرق ولكن هناك دائما الإعلام المكتوب أو الرسمي، خلينا نحكي صح. هو الإعلام اللي بيسيطر، ودائما وأبدا الكلمة هي اللي بيبدأ فيها الإعلام. اليوم تنضم لنا إعلامية مميزة جدا، طبعا وجه لها تحية رولا سمعين، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أنا بدي أغوز معها من مادبة كمان جماعتنا، فقربتي اليوم بدي أتوصل فيك. اهلا وسهلا فيكي رولا، واهلا بكل اهالي مادبا. اليوم محاطه بتنتين اليكس، بس صراحه كل سنه وانت سالمه. كل سنه وانت سالمه، بدنا نعيد عليكي وانتم سالمين. وسنه 2018، يعني خلينا نبلش يمكن قبل ما نحكي مع رولا الصحفيه الكاتبه اللي بتحترم اكيد قلمها، واللي كثير بكون سعيده لما بحضر لقاءاتك وبتقولي انه الصحافه هي مسؤوليه، اوكي الحريه كثير حلوه بالصحافه، ولكن للشخص اللي بيعرف كيف يتعامل مع هاي الحرية. بس بدنا نحكي كيف سنة 2018 يعني عملتك، كيف معاكي شخصيا ولا عمليا؟ شخصيا أنا وعمليا زي دقات القلب تطلع وتنزل. هذا حلو فيها صراحة، الواحد بحس حاله عايش لما بتصير دقات القلب تطلع وتنزل. ما في إشي ثابت، الواقع يعني الحقيقة لما منقول الحياة هيك، الحياة بتطلع وتنزل زي دقات القلب بالضبط، فيها الحلو وفيها اللي حلو شوي، وفيها اللي موجع وفيها اللي مؤلم، وهي حلاوتها يعني صح. تحسيها زي بهارات هالحياة هي الألم، كمان الألم بيعطي حكمة وبيعطي نمو ونضج معين، يعني إذا بتعيشي على رذم واحد بالحياة صح. كمان ممل صح، التنوع وهي سمة واحد الحياة. ما بيقدر الأشياء الحلوة إلا لما يمرق بالأشياء المرة والصعبة. فهمني صحيح صح؟ طبعاً. يعني خلينا نحكي شوي لولا عن أيضا موضوع الكتاب ما رح نخوض فيه، لكن بدي أحكي شوي عن موضوع اللي بس هلا ترجم يمكن للغة العربية للغة العربية اللي هو حسن ألف السلام مبروك. فألف مبروك لإلك ترجمته. حسن السلام هو كتاب بوثق توثيق تاريخي عن الجهود المملكة من 10 سنين اللي أنا شهدتها بحوارات الأديان، أو موضوع الحوارات ما بين أتباع الأديان، عشان ما حدا يقول الأديان لا تتحاور. وهو كتاب يواجه خطاب الكراهية ويواجه السموم التي بثت في فترة نحن احتجنا فيها لرسالة سلام أطلقتها المملكة، وكنا نحن الرائدين في هذا المجال، مش بس بالأردن ومش بس بالمنطقة، كمان بالعالم أجمع. طلب الترجمة من كثير شخصيات سياسية وثقافية، فاضطريت يعني مبسوطة أنا ترجمته هلأ بالديزايننج، وقريبا جدا نحن نحطه بالطباعة إن شاء الله بيوصلنا شهر 2 بإذن الله، نطلقه بأسبوع الوئام العالمي إن شاء الله. يعني هذا الإشي الحلو إنه الواحد يأرخ كثير من التفاصيل للجيل كمان الجديد اللي ما بيعرف إنه الأردن فعلا هي انطلاقة للسلام. هذيك المرة يمكن كان عندنا استضافة كمان من الأمم المتحدة، ممثل الأمم المتحدة، وعم بيختارونا لأنه إحنا بنتميز بالتماسك الاجتماعي وهالنسيج الاجتماعي اللي موجود، اللي إحنا بنتمنى دائما إنه نحافظ عليه، وعم نحافظ عليه يمكن كمان من خلال هالتأريخ. أكيد أليكس كمان اللي بأكد على هذا الموضوع، وأكيد رولا بتأيديني، حصول جلالة الملك على جائزة تمبلتون طبعا. يعني كان أول رئيس دولة بيحصل على هاي الجائزة، وليس أول رئيس دولة حي بيحصل على هاي الجائزة. يعني نحن بنفتخر بأن جلالة سيدنا حصل على جائزة تمبلتون العالمية.
العالمية. هاي جائزة ليست سهلة ومش أي شخص يحصل عليها. صح. جلالة سيدنا بالمحافل العالمية على مدى سنوات كثيرة تكلم عن كيف يكون الإنسان مسلما وكيف أن يكون حقيقة أردنيا بغض النظر عن المسلم المسيحي. هاي كانت رسالته بجميع المحافل بالضمن للرسائل السياسية الأخرى. فما في مجهود، ما في شخص رئيس دولة على رأس دولته عمل هذا المجهود العظيم لفترة طويلة من الزمن زي جلالة سيدنا. أنا عم بشوف الدمعة بعينك رولو وأنت عم تحكي، يعني حاسة في في دمعة، بس ليش الدمعة؟ أنا حسستك جد. نحن كتير مختلفين حقيقة، نحن كتير مختلفين. وأنت حضرتك هلا حكيتي قديش النسيج، لما نحكي نسيج خلينا نعرف شو معنى نسيج. النسيج لما تكون لما تحاكي قطعة مع تطلع هالنسيجة هالقطعة هاي، فأنت بتحطي حالك فيها. يعني اللي بيحيك النسيج والنسيجة نفسها هم بالحقيقة قطعة واحدة. النسيجة بتقيمي منه قطعة بيخلص بيخرب. فنحن الأردنيين مسيحيين ومسلمين قطعة واحدة. وأنا بحب أشبهها تشبيه تاني، بيقال عن المسيحيين بأنهم ملح الأرض. أنا بقول كمان أن الإسلام الأردنيين هم الماء. فإذا أنت حطيت الملح ذوبتيه في الماء، هذا المحلول، هذا إحنا. صح. إحنا محافظين على كينونتنا. يعني تدريش تقولي هاي الكاسة مثلا هاي الكاسة صارت ملح، لأنها مش ملح، أو هي ماء خالص لأنها مش ماء، هي ملح وماء. صح. لكن تحت بوتقة أردنية، وهذا إحنا دائبين في بعض. طب رولا، يمكن هذا بقودنا لسؤال السوشيال ميديا اللي ما بدي أنا يعني أقول إنها سلبية، هي مش سلبية، هي أعطت فرص كتير لكتير. صح. من الأشخاص اللي كان ما عندهم فرصة يمكن يطلعوا ويحكوا ويتحدثوا، عندهم ثقافة وعندهم فكر. ولكن أحياناً بتشوفي مرات كتير من خلال السوشيال ميديا في فتن ممكن إنها تصير. يعني إذا بدنا نربطها بموضوع العيش في الأردن، في فتن، في كومنتس ما إلهاش مرات كتير تعليقات، خطاب الكراهية اللي كنا عم نحكي فيه قوي جدا على السوشيال بالزبط. ميديا والربيع العربي شعلته طلعت من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي زيها زي أي شيء بالحياة، تحاكي النقيضين. ولكن مواقع التواصل الاجتماعي الافتراضي بضيف لها بأنها لما أطلقت هدف معين، مظبوط الجانب الإيجابي لها أنها قربت وسعت دائرة المعارف وإلى آخره. صح. لكن إذا منقيس الأمور الأخرى منلاقي السلبية تغلبت على الإيجابية للأسف، لأنه ما في أعطيت إلى العامة، ما في إدراك عام في كيفية استخدامها. فنحن منطالب أنه دائما كأعلاميين منطالب اللي بيستخدم السوشيال ميديا بأن يكون عندهم ذكاء تكنولوجي، بمعنى أنه أنت الكلمة اللي بتحطها وتقبل الآخر كمان. يعني صح؟ بالفعل الكلمة اللي بتحطها لازم تكون هادفة، لازم تدرس الكلمة اللي بتحطها، لأنها هي توصل المعلومة بسرعة وتؤذي معظم الأحيان. هلا إذا نرجع لعشر سنين لورا بنلاحظ إنه مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الفتنة، أثارت عملت خطة، أثارت فتنة وحصلت الحرب فيها قبل ما تنتقل على مواقع على الأرض الواقع. فهي أداة فعالة خلينا نقول لإثارة الفتنة والنزعات والتعصب والتفرقة. لكن إذا إحنا قدرنا نستغلها بالطريقة الإيجابية يكون عندنا هذا الذكاء، وهذا اللازم يصير. صح. لأنه خاصة بمنطقتنا، خاصة بالأردن، وخاصة بالوقت الحالي نحن ما في وقت، يعني ما في عندنا مجال هلأ بالتساهل بهذا. للأسف إحنا في اختلافات كبيرة زي ما تفضلتي، ويطال الحديث بهذا الموضوع، ولكن شرفتينا اليوم ونورتينا. نقول لك ألف مبروك والحمد لله أنه كتابك رح نشوفه باللغة العربية. شكرا. نتمنى لك كل التوفيق الإعلامية رولا سماعين وصحفية. شكرا جزيلا لوجودك. شكرا سنة وانتصال ميرولا، وإن شاء الله كتابك أكيد بنقدر نشوفه كمان إنه يدرس، لأنه كتير حلو الجيل يقدر يعرف الأردن قديش فيه له تاريخ كتير عظيم. صحيح. بهذا الموضوع. شكرا. حسن السلام، لا تنسوا أبدا إذا صحيحكم تقرأوا أكيد.